الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصاد الفلوج، معكم أسماء زرمان، والبداية كالعادة بأبرز العناوين. العدوان الصهيوني في يومه 22، غزة تسطر ملاحم صمود تاريخية، والمقاومة تؤكد بدأت نهاية الكيان. معلنا عن حراك دولي لتجريب الكيان، الرئيس التركي يؤكد إسرائيل لن تصمد 3 أيام بدون الدعم الغربي. خوفا من توتر الأوضاع الأمنية، هولندا تدعو رعاياها لمغادرة العراق، وبايدن يتهم إيران بمهاجمة قواعده في المنطقة. رئيس السيادة يوجه رسالة إلى الشركاء، الظلم واحد في فلسطين أو العراق، وحقوق أهلنا في مقدمة أولوياتنا. بعد انتهاء الربط الأردني خط وريشة، يزف بشرى الكهرباء للمناطق الغربية في الأنبار، والبداية بخمسين ميجاوات. أهلا بكم مشاهدين مجددا. في اليوم 22 من عدوانها على قطاع غزة، تستمر قوات الاحتلال الصهيوني بشن هجوم هو الأعنف منذ بداية العدوان، إذ قصفت القطاع برا وبحرا وجوا مع محاولتها التوغل برا. المقاومة الفلسطينية أعلنت أنها تصدت لتوغل بري لقوات الاحتلال في بيت حانون وشرق البريج في قطاع غزة، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة جرت على الأرض، مؤكدة فشل الهجوم البري للاحتلال وتكبيده خسائر كبيرة في صفوفه. بينما بررت سلطات الكيان الصهيوني فشلها بأن ما جرى ليس غزوا بريا رسميا، وإنما هو عمليات واسعة في القطاع. هذا واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية في غزة، قرار رحبت به المقاومة الفلسطينية مطالبة بتطبيقه فورا، فيما رفضت سلطات الكيان الصهيوني القرار واصفة إياه بالدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار. هذا ونظم علماء وخطباء في مديرية الوقف السني بمحافظة الأنبار وقفة استنكار لهجمات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، مطالبين حكام الدول الإسلامية كافة باتخاذ قرار حاسم وفعلي لتخليص أهالي غزة من الاحتلال الإسرائيلي. إن صرخات أهل غزة وينكم يا عرب، واحتسابهم الله من خذلان العرب والمسلمين لهم، يذيب قلب كل غيور على دينه وكرامته، فحسبنا وحسبكم الله من كل خاذل ومخذل. وإننا نعلم أيها الإخوة إن الوقت ليس وقت قرارات، ليس وقت وقفات وخطابات، وإنما وقت قرارات حكومات. لذلك نطالب الحكومات الإسلامية جميعاً بأن يتدخلوا ويتخذوا قراراتهم بشأن هذا الحدث العظيم. في ظل الأحداث المتلاطمة والظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا الإسلامية وفلسطيننا الحبيبة، فلا يسع إلا أن تكون لكل مسلم غيور ومسلمة غيورة، بل لا بد لكل منا على أساس الأفراد أو الجماعات أو الهيئات أو المؤسسات، لا بد من وقفة تضامنية لهذا الشعب المظلوم تجاه ما يقوم به المحتل من قتل وتشريد وظلم وقصف. من جهة أخرى، واستجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خرج مئات الآلاف من المتظاهرين في ولاية اسطنبول التركية
احتجاجاً على العمليات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة. المتظاهرون دعوا المجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان الصهيوني المحتل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار الظالم على الأهالي، كما رفع المتظاهرون شعارات تندد بالممارسات الإجرامية الصهيونية. هذا وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن حركة حماس ليست تنظيماً إرهابياً كما يزعم الكيان الصهيوني، مشيراً إلى بدء التحضيرات للإعلان أن إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم. Bundan İsrail çok rahatsız oldu. انزعجت إسرائيل عندما قلنا أن حركة حماس ليست تنظيماً إرهابياً، وها نحن نقول مجدداً إن حماس ليست تنظيماً إرهابياً، وسنقوم بالتحضيرات لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم. إن الغرب كان يذرف دموع التماسيح على ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن لم نسمع له صوتاً، وآلاف الأبرياء يقتلون يومياً في غزة. إن مسؤولي الغرب صاروا صماً بكماً لا يسمعون صرخات القتلى في غزة ومناشدات الأمين العام للأمم المتحدة. أؤكد لكم إن إسرائيل بدون دعم الدول الغربية لن تصمد لثلاثة أيام. Dolayısıyla biz burada. وينضم إلينا الآن عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الأستاذ طارق عكاوي. أهلا بك ضيفي الكريم. إذن الآلاف يقتلون يوميا في غزة، تصعيد بالشرق الأوسط، اتهامات ربما وجهت إلى إيران، أمريكا تتواعد، إسرائيل تضرب مخرجات جمعية الأمم المتحدة عرض الحائط، وقتلى بالآلاف. كيف تتابعون المستجدات على الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ أسعد الله مساءك ومساء كل المشاهدين بخير، وتحية قيمة مباركة إلى أهلنا في غزة الصابرين المرابطين المحتسبين الذين يواجهون آلة الدمار، آلة الحديد والنار، بصدور عارية وبإيمان عالي. أحب أن ألفت نظرك ونظر المشاهدين جميعاً على أن استخدام القوة والنار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع المقاومة الفلسطينية لم ولن تجدي نفعاً مع هذا الشعب العنيد المحافظ على حقوقه. وإذا أردت أن أعود إلى التاريخ القريب وليس إلى التاريخ البعيد، أي من عام 1987 انتفاضة الحجارة، تطور أداء المقاومة الفلسطينية الحجر، بدأ بالحجر، فما كان الاحتلال الإسرائيلي إلا قام بتكسير أيدي وأذرع المقاومين، فتطور هذا العمل ليصبح المقاومة السلاح الأبيض ثم السلاح الفردي ثم الصاروخ. نحن شعب لا يمكن أن نتراجع عن مقاومتنا إلا إذا أخذنا حقوقنا. على العدو أن يدرك أن هذه المجازر، هذا القتل، هذا الإرهاب سينعكس لاحقاً عليه، لأننا شعب مصر على إنتزاع حقوقه ولن نستجدي أحداً، وقد انتظرنا طويلاً عملية تسوية في المنطقة التي لم نحصد منها إلا سراباً. ضيفي الكريم، المحتل يستعمل ربما أسلحة الدمار الشامل، وهو الدعاء الزائف الذي مهد للحرب على العراق قبل احتلاله، طوفان ربما بشري في عدة دول عالمية، نصرة لغزة ولشعب فلسطين المحتل الشقيق. ما الإضافة التي يمكن ربما أن تقدم هذه الاحتجاجات وأيضا المقاطعات لربما المنتوجات الإسرائيلية؟ هل من إضافة يمكن أن تقدمه للمقاومة الفلسطينية؟ أستاذ طارق عكاوي، لا أدري إن كنت في الاستماع. نعم، أعتقد أن الشعب أغلب الشعب. نعم، أسمعه جيداً أختي الكريمة. أنا أقول أن الشعوب العربية حتى وشعوب العالم، الشعوب العالم الحر، أدركت أنها قد خدعت حين وثقت بالرواية الأمريكية البريطانية فيما يخص العراق، وقد كان الضغط الإعلامي آنذاك مكثفاً
اقناع الناس بإمكانيات العراق أسلحة الدمار الشامل، فقد اكتشف العالم هذه الكذبة وشعر بالخزي والعار أنه ترك أهل العراق يموتون ويقتلون وهم يشاهدونهم على التلفاز. أعتقد أن الشعوب الآن أدركت هذا الأمر ولم يعد ينطلي عليها هذه الكذبات. وأيضا تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد القنوات التي تنقل الصورة الحرة من كثير من الدول العربية وغيرها استطاع صوت الحق أن يصل إلى عدد أكبر من المشاهدين، وبالتالي دخل مجموعة من المثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحق المقاومة الذي كافلته كل الشرائع الدولية ودافعوا عن هذا الحق، وبالتالي نحن نرى التدحرج الكبير في موضوع مناصرة القضية الفلسطينية وفي موضوع الاعتداء الإسرائيلي الممنهج الذي يتم على أهل غزة. فالمظاهرات التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا أو في شرق آسيا أندونيسيا وماليزيا وحتى كوريا الجنوبية شاركت فيها مظاهرات، وصولا إلى بعض الدول الأوروبية، وما نشهده من انتفاضة في عالمنا العربي خصوصا العراق وتونس والجزائر واليمن يعني والأردن، كلها حقائق كلها أمور تثبت ربما الوقوف مع القضية الفلسطينية القضية الحقة. سيد عكاوي، فقط هنالك قطع تام للإنترنت لإخفاء ربما الجرائم التي ترتكب، هذا ما شهدناه ليلة أمس، والجيش الإسرائيلي اليوم يزعم ربما لدخول مرة ثانية للأراضي الفلسطينية بغزة بقطاع غزة. أتخوف حاليا ربما من ارتكاب جرائم أخرى، كيف ربما نتعامل مع هذا الموقف؟ كلنا يعرف أن العدو يرتكب المجازر اليومية وهو لم يلقي بالا لها خلال 21 يوم التي سبقت، لأنه كان يحصل على غطاء أمريكي وأوروبي بتفويض كامل يتصرف كيفما يشاء. أعتقد أن دعوات المظاهرات والنزول إلى الشوارع وتغير الرأي العام عبر المنصات، وأنا أتابع منصة تويتر إكس أو الفيسبوك أو إنستغرام أو غيره، نشهد كل يوم تصاعد في مواقف الناس المؤيدة للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني. من هنا أعتقد منح الاحتلال الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي منح أن يقطع الكهرباء، إضافة إلى الكهرباء والماء، أن يقطع وسائل التواصل الإنترنت حتى لا يشاهد حتى لا يشاهد العالم ما يرتكبه من مجازر، وبالتالي يستفيق العالم على شيء قد حدث بالأمس. نعم، عضو الأمانة. الكل يعرف أن أي شخص يقوم بأي خطأ فهو يسعى لأن يعني يخفي هذا الخطأ. لو كان ما يقوم به الإحتلال هو عبارة عن حرب حقيقية مع المقاتلين لما خجل من ذلك، أما لأنه يقوم بقطع إلى أكبر عدد من الناس. نعم، ضيفي الكريم عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الأستاذ طارق عكاوي، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة. الأخبار مستمرة. بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة. السوداني جدد موقف العراق الواضح الذي يدعو المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مسؤولة تؤدي إلى وقف العدوان والقصف واستهداف المدنيين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى غزة. من جانبه أكد سيلر موقف الاتحاد الأوروبي من التطورات في القضية الفلسطينية الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القانون الدولي وفتح ممرات إنسانية لقوافل الإغاثة.
وفي السياق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أن موقف العراق المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم. وأكد الصحاف أن العراق سجل تحفظه على بعض الكلمات الواردة في هذا القرار التي تتعارض مع التشريعيات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم. من جهته أكد رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر هذه المرة أن ما يحدث في غزة يستجيب موقفا تضامنيا أكثر وضوحا مع الشعب الفلسطيني. وقال الشيخ الخنجر إن مسلسل الجرائم الصهيونية يستهدف البشر والشجر والحجر بطريقة وحشية دون حراك حقيقي من العالم. كما حيا الشيخ الخنجر خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد فيه حق الشعب بمقاومة الاحتلال الصهيوني. ورحب الشيخ الخنجر أيضا بالمواقف العربية والإسلامية الداعمة لحق الفلسطينيين. دعت وزارة الخارجية الهولندية رعاياها في العراق إلى مغادرة البلاد بسبب التخوف من توتر الأوضاع الأمنية. كما وجهت الخارجية بعدم البقاء في إقليم كردستان إلا للضرورة، محذرة من أن الوضع في العراق قد يتدهور أكثر بشكل سريع في ضوء تطورات الحرب على غزة. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن ما وصفها بميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت هجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق وسوريا. كما بيّن بايدن أن القوات الأمريكية نفذت ضربات ضد منشآت شرقي سوريا بتوجيه منه في 6 تشرين. ولفت أيضا بايدن إلى أن الضربات استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات تابعة له لأغراض عسكرية. للمزيد ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم الشمري. أهلا بك ضيفي الكريم. إذن الأحداث تتوالى في فلسطين والمحتلة وغزة، كيف نستثمر هذا؟ هنالك ربما سلاح الطاقة، كيف نستثمر سلاح الطاقة كارتفاع النفط؟ ربما نستخدم عفوا نصرة لغزة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يمكن القول أن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في بشكل عام هي سوف تؤثر على جميع أنحاء العالم والمنطقة الشرق الأوسط وكذلك منطقة الخليج العربي وأبرزها العراق. هي ممكن أن تساهم بامتلاك مصدر الطاقة الذي يعتمد بشكل كبير على النفط وكذلك على مصادر الغاز. هذه مصادر الطاقة ممكن استخدامها كسلاح. بعد أن قامت روسيا في أثناء الحرب الأوكرانية بوضع يعني بتقييد الواردات النفطية أو الغازية إلى أوروبا، أصبح العالم متوجه بشكل كبير على منطقة الخليج العربي والعراق لتزويد منطقة أوروبا. ورجوع أوروبا صراحة إلى العصر يعني إلى الفحم، وبذلك أنه اعتماد على العصور القديمة، هذا المجال وغيره دفع بالعالم إلى التوجه نحو العراق ومنطقة الشرق الأوسط. لذلك تحاول الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أو أوروبا إن صح التعبير المحافظة على الاستقرار في هذه المنطقة، خاصة في منطقة إيران، الخليج العربي، العراق، سوريا إلى آخره. توقعات البنك الدولي في هذا المجال إذا دخلت سوريا أو إذا دخلت لبنان على خط المواجهة سترتفع صادرات النفط إلى تقريبا 10% ارتفع أسعار النفط. إضافة إلى ذلك إذا تم دخول إيران أو تم إدخال إيران في هذا الصراع فممكن أن يصعد أو يرتفع سعر النفط
إلى ما يقرب من 150 دولار. لذلك يحاول الاتحاد الأوروبي ويحاول الولايات المتحدة بالسيطرة على مصادر الطاقة والتوجه نحو الاستقرار في هذه المنطقة وفتح عدة جبهات في مناطق أخرى. طيب دكتور الشمري، مع تصاعد ربما هذه الأزمة في الشرق الأوسط، في حال ربما نفذ الصدر تهديداته ربما بغلق السفارة الأمريكية بالعراق، البنك المركزي ربما لن يعطي ربما الدولار النقدي للعراق، موقف العراق وكيف ربما ستتعامل الحكومة العراقية مع هذا الموضوع؟ نعم، صراحة هنا يعني تخوف منطقة اليورو يعني أوروبا والولايات المتحدة أنه عدم إدخال العراق وعدم إدخال إيران ولبنان وسوريا في هذا الصراع، لأن التوقعات واضحة وصريحة في هذا المجال، أنه أي دخول في هذا المجال أو أي دخول في لفصائل أو ل يعني إن صح التعبير لجهات رسمية في هذا الحرب ستؤدي بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار النفط، هذا من باب أول. أما من باب ثاني فإن الولايات المتحدة مع الأسف أنه الخزين من الدولار فهو موجود في البنك الفيدرالي، فهي تحاول أن تمتلك هذه القوة باتجاه يعني ردع الاقتصاد العراقي ووضعته بهذا الشكل الهش، خاصة بعد أنه وضعت الولايات المتحدة مجموعة من الشروط الذي وضعت بموجبها تقريبا 14 مصرف تحت العقوبات، وتغيير نظام البنك المركزي في 1/1/2024 وهو بحد ذاته يعتبر بداية حقيقية لإبادة النظام المصرفي بالعراق، يعني كأنما هو هنا تهديد أنه دخول العراق في أي صراع في هذه المنطقة سيكون هناك حرب اقتصادية مباشرة، وبهذا سوف يؤدي. احنا نتذكر أنه مشكلة يعني خاصة الحركة تشرين والمظاهرات اللي أسقطت حكومة السيد عادل عبد المهدي، بدأت الولايات المتحدة تلوح بهذا الاتجاه أنه هي تمتلك القوة في مجال. طيب نطرح هذا سؤال ضيفي الكريم، في مجال القوة الاقتصادية، لماذا، والجواب باختصار لو تفضلت علينا، لماذا العراق لحد الآن يستلم ربما ريع النفط من أمريكا حصرا؟ لماذا تمتلك أمريكا الوصايا المالية وتتحكم بالمال العراقي؟ نعم، صراحة هنا هذا يعني وضع العراق إن صح التعبير، وضع العراق بهذا الشكل الهش وخروج العراق من البند السابع وعدم الثقة، عدم ثقة المجتمع الدولي مع الأسف بالوضع الراهن، أنه التخوف من أنه تكون هناك عمليات فساد مالي وإداري في هذا المجال لو تم تحويل جميع الأموال إلى العراق. لكن البدائل لهذه المشكلة أو لهذا يعني أو الحلول لهذه المشكلة أنه أن يقوم العراق ببيع النفط إلى منطقة اليوان الصيني أو منطقة الرومل الروسي حتى يكون هناك تنوع كبير في الاقتصاد وفي التنوع يعني في الاقتصاد وخاصة في العملة النقدية. لكن بما أنه الدولار يعتبر العملة رقم واحد في العالم فيحاول العراق الحصول على هذا الدولار. نعم، شكرا الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم الشمري، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. الأخبار مستمرة. إلى الموصل الآن، وبحضور رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر وجمع غفير من الجماهير، عقد حزب السيادة مؤتمره الأول في نينوى. وخلال المؤتمر الذي حمل شعار السيادة قوة وإرادة، دعا رئيس الحزب الشيخ خميس الخنجر كافة مرشحيه في نينوى إلى عدم نسيان قضية الأمة الإسلامية في غزة، مؤكدا ضرورة أن تركز البرامج السياسية على هذه القضية المصيرية.
قررت في قيادة الحزب، حزب السيادة، أن تبدأ حملتنا وإعلان انطلاقة عملنا في السيادة من نينوى أولاً. وها هو مؤتمرنا الأول ينطلق في أرض الموصل الحبيبة، وأدعو اليوم كافة القيادات والسيدات والسادة المرشحين ألا تسيهم حملاتهم الانتخابية. قضية الأمة العربية والإسلامية في غزة وفي فلسطين، وأن يخصصوا برامج واضحة لدعم الثبات الفلسطيني. كما قال شيخ الخنجر إن مشروع السيادة السياسي وضع المواطن في أعلى أولويات عمله، كما أن الحزب لن يتنازل عن مطالب إقرار قانون العفو العام والكشف عن مصير المغيبين. نتابع من أرض ذي النون إلى قدس الأقداس غزة الصامدة بوجه هذا العدوان، السيادة أولاً من أجل حفظ حقوق جماهيرنا ومن أجل حماية هويتنا وأصالتنا، السيادة من أجل بناء وأعمار وخدمة المواطنين، وهو واجب وطني على المسؤول حسب وظيفته ومسؤوليته الرسمية. لن نسمح باستخدام تبليط الطرقات وتقديم الواجبات كدعاية سياسية لتغيير إرادة الشعب في كل جولة انتخابية. ونحن في السيادة، ومثل ما عاهدناكم بعدما عاهدنا الله، لن نتراجع عن مطالبنا في إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجناء الأبرياء، ولن نتخلى عن مطالبنا بالكشف عن مصير المختفين قسرا وظلما. لن نتردد في مطالبتنا بتكريس روح المواطنة والمدنية وسحب القطاعات المسلحة وإغلاق المكاتب الاقتصادية في مدننا وخاصة في نينوى. ووجه شيخ الخنجر رسالة إلى شركاء العملية السياسية، ودعا إلى عدم القبول بالظلم سواء في فلسطين أو العراق، والإسراع في إطلاق سراح الأبرياء من السجون والكشف عن مصير المغيبين قسرا. ورسالة الأخيرة لكل شركاء الوطن الذين هبوا بوقفة مشرفة من أجل الدفاع عن فلسطين والوقوف مع أهل غزة ضد الظلم والطغيان ضد العدوان الصهيوني، أقول للجميع وأذكرهم وأذكر نفسي أن من يطالب برفع الظلم عن أهلنا في فلسطين يجب أن لا نسمح بالظلم هنا في بلادنا، ويجب تقوية جبهتنا الداخلية بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب. من يستنكر تهجير الفلسطينيين عن مدنهم وقراهم عليه أن لا يقبل ببقاء مهجر واحد خارج مدينته وديرته. من يستنكر الظلم الصهيوني بسجن الأبرياء من المطالبين بالحقوق عليه أن لا يقبل بأن يبقى بريئاً واحداً في أرض العراق خلف القضبان. من يستنكر الاختفاء القسري من قبل العدوان الصهيوني على أهلنا في فلسطين، علينا أن ننصف أهل المختفين قسرا.
وتذكيراً بالمظالم التي تقع على آلاف النازحين والمعتقلين الأبرياء والمخفيين قسراً، دعا رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر الرافضين للظلم في فلسطين إلى عدم السماح بوجوده في العراق. نزوح ودمار في غزة ألهب ذاكرة العراقيين عموماً ومواطني المحافظات المتضررة من الإرهاب خصوصاً. الإرهاب المختلف بالمسمى المتشابه بالفعل والنتيجة في غزة والعراق، فمن الموصل رمز الألم والدمار نتيجة الإرهاب والعمليات العسكرية على صوت رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر، مذكراً من يستنكر ويدين الإرهاب الصهيوني وتهجيره للفلسطينيين واعتقالهم ألا يسمح بالظلم في البلاد من خلال منع عودة النازحين وعرقلة إقرار قانون العفو العام وتجاهل ملف المخفيين قسراً. من يستنكر الظلم الصهيوني بسجن الأبرياء من المطالبين بالحقوق عليه أن لا يقبل بأن يبقى بريئاً واحداً في أرض العراق خلف القضبان. من يستنكر الاختفاء القسري من قبل العدوان الصهيوني على أهلنا في فلسطين، علينا أن ننصف أهل المختفين قسرا والمختفين ظلما. أعضاء حزب السيادة أكدوا بدورهم تمسكهم بالقضايا والملفات الأساسية للحزب التي تمثل أولوية مطلقة لديهم، وفي مقدمتها كشف مصير المخفيين قسرا وإقرار تعديل قانون العفو العام وإعادة النازحين إلى ديارهم. على رأسه ملف قانون العفو العام وملف المغيبين وملفات الصحة والتعليم، متأملين أن نؤسس في المرحلة القادمة لأداء سياسيا مختلفا ويعالج جميع الملفات العالقة في محافظة نينوى. القضية الأهم ألا وهي قضية المغيبين والشهداء والمفقودين. تتكاتف الأمة العربية للوقوف بوجه الكيان الصهيوني ضد العدوان على غزة. وذكر الشيخ الخنجر مرشحي الحزب للانتخابات البلدية بضرورة ألا يشغلهم العمل لنيل الاستحقاق الانتخابي عن العمل لقضية فلسطين وجعلها محورا أساسيا في جميع تحركاتهم. من جانبهم أكد ممثلو الحزب أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا كبيرا في مجالات عدة أهمها الصحة والتربية، مشيرين إلى أن قضية المغيبين والعفو العام ستكون البرنامج الأساس للحزب وهويته. هذا العرس الكبير الذي فعلا يثلج الصدور لهذا التجمع الكبير، قضيتنا الأساسية والمهمة التي سنعمل عليها في المرحلة المقبلة ألا وهي قضية الصحة وقضية التربية، وكذلك القضية الأهم ألا وهي قضية المغيبين والشهداء والمفقودين. أكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، كذلك أكد على ضرورة الحفاظ على العروبة، ودعا إلى أن تتكاتف الأمة العربية للوقوف بوجه الكيان الصهيوني ضد العدوان على غزة. على رأسه ملف قانون العفو العام وملف المغيبين وملفات الصحة والتعليم الذي نقدمه اليوم لمحافظاتنا المحررة ولجماهيرنا. هذا الحضور يعني أبهجنا وينعكس تماما على مدى القاعدة الجماهيرية التي يتمتع بها حزب السيادة في محافظة نينوى وبقيادة الشيخ خميس الخنجر. نحن اليوم يعني نقف وقفة واحدة كجمهور داعمين لحزب السيادة. أتأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية لانطلاقة جديدة للسيادة في محافظة نينوى، متأملين أن نؤسس في المرحلة القادمة لأداء سياسيا مختلفا ويعالج جميع الملفات العالقة في محافظة نينوى. الأخبار مستمرة. مع نهاية الربع الأخير من العام الحالي لا ملامح لحسم ملف تعويضات المتضررين المتعرقل منذ 7 سنوات، في وقت تؤكد فيه لجنة التعويضات الحاجة إلى 10 سنوات أخرى حتى تحسم هذه المعاناة. نتابع. عاما بعد آخر وما يزال ملف التعويضات للمتضررين في المدن المحررة طي النسيان، مع اقتراب نهاية العام 2023 تزداد تطلعات المتضررين وآمالهم،
لعل من بيده القرار يستطيع حسم هذا الملف الذي طال انتظاره، لا سيما أن نحو 30,000 منزل مهدم في الفلوجة وحدها لم تصرف مستحقات أصحابها حتى الآن. نطالب الحكومة العراقية بإجراء المعاملات التعويضية ويستعجلوننا بها. احنا من 2016 واليوم احنا بال 2023 وراح تخلص 2023 وماكو لا تعويضات ولا معاملات. خلصت 2023 ولا معاملات تعويض ولا فلوس ولا شيء، وبيوتنا انهجمت وراحت. الدولة الحكومة ان توفر التعويضات من 2016 الى 2023 ماكو يعني شيء قليل اللي استلموا التعويضات، فنطالبهم واحنا هسه الانتخابات على ابواب، فيعني بلكي يعني شويه حتى الناس تصلح بيوتها اللي تضررت اللي احترقت اللي انهدمت. هذا وتؤكد لجان التعويضات في محافظة الأنبار أنها بحاجة إلى 10 سنوات أخرى لإنهاء هذه المعاناة إذا لم تتمكن الحكومة المركزية من رصد مخصصات كافية للمدن المتضررة جراء التنظيمات الإرهابية. أما بالنسبة للعدد الموجود في اللجنة الفرعية الثالثة في قضاء الفلوجة ما عدا النواحي 14,000 معاملة، وأما في الصقلاوية 4,000 معاملة، أما في قضاء القرمة تقريبا 3,750 معاملة، أما في قضاء العامرية 1,000 معاملة تقريبا. ويعول سكان مدن الأنبار على انتخابات مجالس المحافظات المقبلة عسى أن يتصدر المشهد شخصيات كفوة قادرة على استرداد الحقوق المسلوبة. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. لوحات مميزة على سيارات فارهة يفوق سعرها ثمن العقار في بغداد وبقية المحافظات. باب فساد جديد في البلاد وصف بآخر صيحات غسيل الأموال، نتابع. 11 باء 2 وبقيمة 70 مليون دينار عراقي. سعر رقم لوحة مرورية في هذا المزاد الحكومي داخل مديرية المرور العامة بلغ أكثر من 1,000,000 دولار. لوحات مميزة على سيارات فارهة يفوق سعرها أحيانا أسعار العقار في بغداد وبقية المحافظات، أثارت جدلا بين العراقيين وشكوكهم حول مصادر التمويل وشراء تلك الأرقام التي باتت تعرف شعبيا بواحد بغداد أو على اسم بقية المحافظات. شنو رقم ما السيارة يشتري 200,000 دولار؟ غلط، 200,000 دولار توان باع، يعني 20 شدة فوق 20 شدة. ايه مين يشتريهن؟ يشتري ياكلها اتفاقيات، قابل الفقير يشتري يزيدون بالسعر. هسه موجود بمعارض النهضة رقم ماصل 30 شدة. والله دا أشوف أرقام مو طبيعية وظاهرة مو اعتيادية، يعني هاي الأرقام إذا رقم مميز وغير مميز، المهم السيارة ترقم وما عنده مشكلة قانونية. يعني والله أني باللي هسه الليلة أني شفت بمواقع التواصل رقم بالمزاد واصل 250 مليون. ملف لفت أنظار لجنة النزاهة النيابية التي دعت هيئة النزاهة ودائرة غسيل الأموال إلى التحرك ورصد هذه الظاهرة والوقوف على أسباب بيع تلك الأرقام بأسعار خيالية، فيما وصفها مواطنون بآخر صيحات غسيل الأموال. يعني هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة جدية من قبل السلطة التنفيذية بالخصوص، خصوصا أن هنالك اليوم الحديث عن أرقام مهولة تعتبر هي أحد أوجه حقيقة غسيل الأموال. اليوم موضوع بيع لوحة السيارات أو الأرقام المميزة هذا يعني ربما وصل إلى أكثر من 7 مليون دولار. هذا الموضوع يعبر أو يفسر عن وجود غسيل أموال من قبل ربما أسماء كبيرة ومافيات متورطة بهذه العمليات. ظاهرة قد ترفع من نسبة الفوارق الطبقية في المجتمع، خصوصا أن بعض المبالغ تفوق حجم شراء منازل أو فتح مشاريع للشباب، فهي تنفق أحيانا لصناعة مواطن مميز أو تهدى بلا مقابل، وما زال بيعها رائجا في معارض السيارات. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. أفواج من الأيدي العاملة الأجنبية والأسيوية على وجه الخصوص تتسلل إلى إقليم كردستان
فبعد أن أربكت سوق العمل وتسببت بارتفاع نسبة البطالة، تحركت السلطات المعنية للحد من ظاهرة ضوابط جديدة. شهدت السنوات الأخيرة تدفقا غير مسبوق للأيدي العاملة الأجنبية إلى عموم مدن الإقليم، وخاصة العمالة الآسيوية، يقابل ارتفاع في نسبة البطالة بين صفوف الشباب التي وصلت إلى 12%، حتى بات الحصول على فرصة عمل صعب المنال. أكيد يعني هذول الساك وين عمال بنغلاديشيين يشتغلون، عمال أجانب يعني عمال ياباني صيني، يعني كل الدول يجون يشتغلون هنا بربيل، يعني أثرت هواي يعني على هواي ناس يعني كراد عرب، يعني ما يعني مو أكو هواي ناس يعني كراد قاعدين بالبيت يعني ما عندهم شغل يعني يشتغلون. والله بنغلاديش هواي يعني كثير هنا أربيل. أول زين الحمد لله ماشي الحال. في وقت تتسلل فيه أفواج الأيدي العاملة الأجنبية إلى سوق العمل وبأعداد أكبر من المسجلة رسميا، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكردستانية وضعت آليات جديدة وألزمت الشركات المتعاقدة بفرض نسبة مشاركة تصل إلى 70% للمواطنين الكرد، وخاصة في المشاريع الاستثمارية، و30% للعمالة الأجنبية. أعمل في هذا السوق منذ 12 عام أبيع الأكلات الشعبية. سابقا كانت الحركة الشرائية أفضل من الآن. لدي الكثير من الأصدقاء يعملون هنا، وهنالك الكثير في بلدي يرغبون بالعمل في إقليم كردستان. في بلادنا لا توجد فرص للعمل. وتتحدث إحصاءات غير رسمية عن وصول أعداد العمال الأجانب في إقليم كردستان إلى أكثر من 37,000 عامل، لتتصاعد المطالبات الشعبية بإيقاف تدفقها وإفساح المجال للعمالة الوطنية لأخذ دورها بصورة صحيحة. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. بعد 8 سنوات من انعدام الكهرباء في الرطبة، يستعد هذا القضاء لاستقبال الطاقة من الأردن عبر خط الريشة بعد انتهاء الربط بشكل كامل. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. الخطوات الأخيرة من المرحلة الأولى بالربط الكهربائي الأردني العراقي تم إنجازها، إذ جرى تسليك 182 برجا من منفذ طريبيل إلى محطة 132، ومدها من محطة الريشة في الأردن وصولا إلى الرطبة، ليكون أول قضاء مستفيد من الكهرباء بعد انقطاع تام لأكثر من 8 سنوات، حيث سيجهز 50 ميغاوات كمرحلة أولى، ومن ثم يصل التجهيز إلى 1000 ميغاوات. أكيد راح يخدم أهالي الرطبة من الناحية إمداد الطاقة، لا سيما أن قضاء الرطبة يعتمد اعتمادا كليا على الطاقة، من حيث الآبار، من حيث استخراج المياه، من حيث الطاقة الكهربائية وإيصالها، وتعتبر الرطبة من المناطق الحدودية بعيدة جدا عن المركز وقربها إلى الحدود العراقية الأردنية، فلذلك سيخدم كثير أهالي الرطبة ويخدم كثير أهالي المنطقة الغربية بالعموم. وبعد انتهاء المرحلة الأولى من الربط الأردني، سيجري العمل بالمرحلة الثانية والأخيرة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم تأهيل 750 برجا بين القائم والرطبة مرورا بعكاشات دمرت على يد عصابات داعش، وذلك لإيصال الكهرباء من خلال ربط خط الريشة بمحطة 400 كيفي في القائم. حقيقة استبشرنا خيرا قبل أيام من خلال وزارة الكهرباء بإعلانها إكمال الربط الكهربائي بين العراق والأردن. حقيقة هذا الخبر كلش أسعدنا كثيرا، لكون الكهرباء الوطنية كلش مهمة، وحقيقة هاي المرحلة الأولى راح توصل للرطبة، إن شاء الله المرحلة القادمة راح توصل للقائم. لكن اللي نريده من وزارة الكهرباء واللي نريده من الحكومة المركزية بأنه تأمد الحماية لهذه الأبراج، لكون هذه الأبراج في مناطق صحراوية. وتزامنا مع انتهاء العمل بالربط الكهربائي الأردني، المطالبات تصاعدت لتأمين وحماية الأبراج من التخريب، كونها ستنهي معاناة أكثر من 40,000 نسمة يقطنون في قضاء الرطبة بلا كهرباء منذ سنوات عديدة. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة.
حفرة في مدرج مطار النجف الدولي، بعثرت أوراق إدارة المطار خلال الساعات الماضية، غلاق ثم تخبط بالبناية الرسمية، لاحقها استئناف جديد للرحلات. نتابع. حفرة في مدرج الطائرات أربكت عمل إدارة مطار النجف الدولي ليغلق أبوابه ويعلق رحلاته قبل أن يستأنفها سريعا. علق مطار النجف رحلاته لغرض صيانة دون ذكر نوعها، ليتبين لاحقا أن السبب هو حفرة في مدرج المطار تسببت بتعثر إحدى الطائرات. مراقبون تساءلوا عن الأموال الطائلة التي تصرف كل عام على أعمال الصيانة، واستغربوا تضارب التصريحات من قبل إدارة المطار حول تعليق واستئناف الرحلات. يعني سمعنا بأن توجد حفرة بمدرج مطار النجف لأول مرة نسمع بمثل هذا الموضوع، خصوصا مع عدم وجود زلازل بالمحافظة، وبالتالي اليوم احنا نتساءل عن الأموال اللي صرفت على هذا المطار، سواء كانت بصيانته أو المدارج اللي نسمع عنها وفق المواصفات الفنية. وين هذه المواصفات الفنية؟ أبلغوا المسافرين أن المطار راح ينسد عدة أيام بسبب أعمال الصيانة. ثاني يوم أبلغوا بأن المطار انفتح كملت أعمال الصيانة. هذا التخبط بالإجراءات اللي جاي يصير لابد أن تقف عندها الجهات الرقابية وتحاسب المسؤول عليها. المواطن النجفي بدوره يتساءل عن مصير أموال المطار المجهول، كون المطار أنشئ من أموال المحافظة وعلى أرضها، لكن وارداته تذهب إلى سلطة الطيران المدني دون أي فوائد للمحافظة، خصوصا أن إدارات المطار المتعاقبة جميعها جاءت من خارج المحافظة. موضوع مطار نجف موضوع عقيم جدا، لحد الآن ما قاعد نعرف شنو الأسباب اللي قاعد تخلي هذا المطار ما يفيد محافظته. يعني جميع الإدارات المتعاقبة اللي مرت على المطار مو من المحافظة، ما نعرف ليش الواردات قاعد تروح سلطة الطيران المدني ما قاعد تكون للنجف. النجف شنو المستفادة من هذا المطار ما نعرف، حتى الموظفين اللي بداخل المطار 3/4 مو من المحافظة، ليش هم ما ندري. وشدد مراقبون على ضرورة إيجاد حل نهائي لما يحدث من تخبط داخل المطار، كونه من استحقاق المحافظة وبوابتها الوحيدة نحو العالم، وليس من حق أحد أن يسلبها وارداته. من النجف، طاهر العساف، قناة الفلوجة. بذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حصاد اليوم، نذكر بأبرز العناوين. العدوان الصهيوني في يومها 22، غزة تسطر ملاحم صمود تاريخية، والمقاومة تؤكد بدأت نهاية الكيان. معلنا عن حراك دولي لتجريم الكيان، الرئيس التركي يؤكد إسرائيل لن تصمد 3 أيام بدون الدعم الغربي. وخوفا من توتر الأوضاع الأمنية، هولندا تدعو رعاياها لمغادرة العراق، وبايدن يتهم إيران بمهاجمة قواعده في المنطقة. ورئيس السيادة يوجه رسالة إلى الشركاء، الظلم واحد في فلسطين أو العراق، وحقوق أهلنا في مقدمة أولوياتنا. بعد انتهاء الربط الأردني خط الريشة، يزف بشرى الكهرباء للمناطق الغربية في الأنبار، والبداية بـ50 ميجاوات. مشاهدين، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.